السلام عليكم، معكم السي محمد من سكينة جوز القاضي. اللي بغيت نقوله هو بالنسبة للمعمل ديال الكهرباء هذا اللي مورانا، راهو تتشوفوا عنده المداخين ديالو، عنده 5 ديال المداخين، 3 جداد وجوج قدام. دابا المشكل اللي عندنا هو من المغرب دار اتفاقية ديال اكسبو ديال الحفاظ على البيئة، كانت تخلقات هذوك 3 المداخين جداد، فيهم تنظن انه فيهم 22 اكسبو 22، نعم. كانوا داروا هذوك المداخين 3 تنظن ان فيهم فلترات ان الدخان تيخرج مصفي، ولكن من حين الاخرى تيبقى يخدموا هذوك جوج المداخين القدام، هذوك اللي على اليمن، هذوك من تيخدموهم تيخرج غبار اسود بحال بين قوسين البنوات، من تحاقوا البنوات يخرج غبار اسود والريحه ديال البنوات، حيث ان الاطفال ديالنا ولا الشيوخ ديالنا مرضوا بالعينين ديالهم بالتنفس ديالهم. انا عندي جوج ولاد بدي لهم جوج ملفات ديال ضيق التنفس، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، اما الناس راه التنفس ما يمكنش تتنفس، لان يعني الرائحه ديال البنوات راها تتخنق. مع العلم ان كاين واحد المنتجع سياحي هنا مع الشارع حتى هو راه متضرر، بحيث انه هذاك المنتجع تعطي واحد الصوره رونق وجماليه للمدينه، وكاين تيجي هذاك الدخان وتيهرس كلشي. حنا بالنسبه لنا ما عندنا لا وداديه ولا جمعيه، ولكن تنطلبوا المسؤولين انهم يشوفوا يعني بحالنا ويشوفوا هذه المساله هذه ويلقاو لها حل. حنا ما تنقولوش باش يسدوا المعمل، لان المعمل عنده واحد النشاط اقتصادي حيوي لا بالنسبه للمدينه ولا بالنسبه للمغرب، ولكن يلقاو لنا حل، ما يبقاش يخدموا لنا هذوك المداخل القدام، يعني يخدموا لنا المداخل جداد، وحتى لو خسروا لهم هذوك الفلترات اللي تيفلتروا بهم الدخان يعني يديروا فلترات جداد. هذا هو اللي كاين، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد السلام بن عيسى، ساكن في الحومه ديال جرة القاضي قرب واد السوارت، انفاس مع المعمل ديال الكهرباء اللي كيعطينا واحد الدخان كحل، حل الفرس رقيق كيدخل في العينين، كيدخل لينا حتى في البطون ديالنا، و يعني ولادنا كيبردوا بالرب، الواد عاوتاني زايد علينا حتى هو كيفضحنا بالريحه ديالو، الدنيا فاديه ولا حول ولا قوه الا بالله، عينا من نادي وعينا من غوت وعينا من المطلب ديالنا. كنطلبوا السلطات تدخل في هذه الامور هذه، درنا واحد الحل لهذ المسائل هذه، عينا من عيطوا عينا من غوتوا عينا من حتى واحد ما استجب لنا، لا من مرضنا احنا ولادنا ماشي احنا كبار، احنا في حاله وعينا في سميتو في البلديه في لاراك، حتى واحد ما قد شي جهات عليا ولا شي حاجه، عينا حتى الجمعيه ما كديها فيك لا جمعيه ولا حتى واحد ما كتشوفيه. راه كاين جمعيات وعمرهم ما جاو هنا وشافوا شنو كاين ولا تذاكروا معنا ولا جامي، هادشي اللي كاين. السلام عليكم، معكم اسد بن بشير متقاعد من سكان الحي. منذ سنين حنا تنعيشوا مشاكل مع هذا الغبار الاسود، اخذ الدخان ديال المعمل ديال معمل الطاقة الكهربائية، عند ستاسيون دو برودكسيون ديال الكهرباء، ومؤخرا ولا تيطلق واحد الدخان اسود، وديك الدخان تينزل عندنا حنا على شكل غبار، غبار اسود في السطوح النوافذ، تيدخل حتى للبيوت حتى للداخل، رماد اسود، وهذاك الرماد تيأثر على السكان بالاخص الناس الكبار والاطفال، وكاين دابا اللي ولا فيه الربو، وكاين اللي ولا فيه الضيقة، وكاين عندنا واحد المشكل تكون غادي حتى تنزل لك شي حاجة في عينك، تدخل لك حلق تتقلب تلقى غبار اسود. وحنا دابا راه تنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل هاد المعمل هذا، يديروا تصفيه، يديروا واحد نصفات يصفي ديك الدخان ما يخرجش يخرج اسود. وحنا راه كاتبنا عده اتجاهات ولا حياه لما تنادي. شحال من عام دابا؟ ودابا انا من ساكن في هاد الدار تقريبا شي 50 سنين. شحال؟ 50 سنين وانا ساكن في هاد الدار، في الاول ما كانش ولكن دابا كاين، هادي شي عامين ولا تلسين ولا بكثرة ولا بكثرة. هذا تيدير طاقة كهرباء،
محطة حرارية. هذا عنده تاريخ كبير قديم. قديم أنا قديم قديم. احكي لي. ونقول لك أنا ما فوقاش تبنى نقول لك وقيلة السبعينات الثمانينات. ماشي. كان حنا كنسمي وجين طاليان. الإيطاليين هما اللي كانوا بناوه. هما اللي كانوا الإنشاء ديالهم. هذا هو المهم. كل السكينة مضرة؟ كلهم كلهم. كلشي كلشي مضرر ماشي غير هنا كاع الاحياء راه توصل حتى للبيرامي حتى الدخله في الدخله ديال قنيطره توصل تما الغبار قنيطره كامله كامله قنيطره اي حي تمشي تقول لي غادي يقول لك عندنا الغبره اي حي مع على حسب الريح تيجي ديال الريح تيتفاهم حتى اول حاجه راه النوافذ المرابيس سميتو نشروا في السطح تيوليو كلهم كحل نقاط كحل العينين ديالنا تيدخلوا في الغبار الانف الحجوره وتبقى نكحبوا ودابا شحال من واحد يدير ديك ديال البنطولين ديال الربو شحال من واحد والاطفال الصغار مأثرين بزاف والسيد الحوامي حتى هما تيتاثروا زعما مشكله كبيره زعما خصهم يديروا الحل هاد رسمنا مجلس بلدي رسمنا العماله رسمنا القياده ما خليفكش درنا عرائض ورغم ذلك ما كاين حتى شي حاجه ومؤخرا كاين شي شويه ديال نقص مع كثره هاد رابورتاجات وهادشي ديال الحمله الاعلاميه لاحظنا واحد انخفاض ضئيل بالاخص الجوج ديال ديك الصوامع الكبار ديك الجوج ديك المدخلات الكبار راهم القدام هادو قدام جوج قدام اخرين جداد ثلاثه من جداد راه كما تشوف راه شو اللون ديال شو الميدخانه كيدايره شو كحله ديك هو باش يرجع الحل المطلب ديالنا هو يديروا الحل لهذا المشكل هذا فهمني بارك عينا بارك الناس راه عياو بحال تاقلمنا مع هاد فهمتي ولا دخلنا انا سوا في الحياه اليوميه تاقلمنا مع هاد تاقلمنا مع هاد الغبار ومع هاد وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا